السلام عليكم بنات، كديري؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى كاملين تكونوا لاباس وفي صحيحة جيدة. اليوم فيديو جديد ونهار جديد وكذلك فلوج جديد ولا روتين جديد. مهم كل نهار غادي تشوفوا حاجة في هذه القناة هذه. الصراحة انا باقا ما خرجش، واخا تلقونا قالوا لنا خرجوا، انا مازال ما خرجش، مازال غير الدار. مهم ما خرجش، واصلا جات دابا اليوم السبت عندنا وغدا الحد. انا ما باغاش نخرج السبت والحد، كتكون الدنيا عامره. ديجا ولدي كيبكي لي على البحر، ولكن انا ما نقدرش نديه السبت والحد، كتكون الدنيا كما قلت لكم عامره. غادي نشوف واحد النهار اللي غادي نمشي فيه طبيعه الحال، وغادي ندي ليه ولدي وغادي نمشو كاملين، وكذلك نشارك معكم هذيك النهايه. المهم سمحوا لي على الفيديو ديال سوان فيزاج جاكم طويل. المهم ضروري كان عليا نشارك معكم هذاك الشيء كامل اون ديتاي، باش مره اخرى ملي نجي نقول لكم راه ندير سوان فيزاج وغادي ندير واحد الماسك مغير على ديك الماسكات، تكونوا عارفين لي زيطاب اللي دزنا منهم. صافي. المهم اللي ما شافش لا فيديو يرجع يشوفه، واللي جديد معايا في القناه كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. شكرا بزاف على التعاليق، شكرا على الدعم، شكرا على البارطاج. ما كنتش كنتوقع ان الفيديو يوصل لواحد كا في 24 ساعة، الفيديو الاول وكذلك الفيديو الثاني الحمد لله راه غادي تقريبا 800. مهم لا تجي الواحد كا ولا هذا تيقول هادي اش كتقول واحد كا لا شيء، كلشي واحد كا، حيتاش وحده يلاه بدات القناة ديالها ويلاه لحت الفيديو الاول وضرب واحد كا. الحمد لله والشكر لله، هادشي كله بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم باش ما نطولش عليكم، كما كتشوفوا في العنوان اليوم جيت نشارك معكم مشترياتي من 5 دراهم اللي هي زوينين بزاف الصراحه، انا عجبوني وان شاء الله نعاود نشتري حوايج اخرين بحالهم، ولكن غير نبدل وغادي نشوف. المهم ماشي ليا صفره غير ديال شي ناس، غادي نشريه ليهم. نشري ليهم هاد البرودويات هادو وهاد المنتوجات هادو، ونشارك معكم شنو خديت ليهم طبيعه الحال. المهم البنات اللي غادي تجي تقول لي هذا الشيء راه كيضرب البشره ولا هذا الشيء واعر على البشره، اختي ولا مهم هذا الشيء انا بعدا كنديرو ما كيضرنيش، حتى انا ما كنديرش يوميا، وكذلك كنعتني بالبشره ديالي. البنات حتى شي وحده ما تجي تلومني تقول لي راه هذا الشيء خايب ولا هذا الشيء، مهم غير غير يعني كنشارك معكم شنو كاين بالضبط وصافي. ديجا عندي منتوجات اخرين، ولكن هاد لا فيديو هذا طلبوه مني البنات بزاف، طلبوه مني بزاف البنات في فيسبوك. المهم البنات اللي ما عندهمش فيسبوك ديالي غادي نخليه لكم هنا، ولا انستغرام هنا لتحت. اللي اول مره كيشوف القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا، وكذلك تضغطوا على الزر لايك او ديزلايك اللي ما عجب اللي ما عجبهاش الفيديو او اللي ما عجبوش الفيديو. كيبان لكم اللون ديال عيني يا احمر، ولكن ما عرفتش غير مع التليفون. ندوزو للمشتريات باش ما يجيكمش لا فيديو طويل، دوزو معايا للمشتريات. اول حاجه غادي نشاركها معكم بطبيعه الحال، واللي هي هاد المشيطه هادي اللي زوينه بزاف، اللي زوينه بزاف بزاف بزاف. المهم دايره 5 دراهم سيليكون، زوينه الصراحه استعملتها وعجبتني زوينه، خديتها في مو فيها الالوان، دايره 5 دراهم. وكاين البرايمر اللي اول حاجه كنديروها في الوجه. مهم خديت 0.21 نمره ديال هذا البرايمر، عجبني زوين بزاف زوين بزاف. مهم انا عجبني شخصيا عجبني فون دو تان، مو ما تبان لكم واحد هدى بيوتي وهي ماشي هدى بيوتي. مو راه كاتبين شي حاجه هنا ماشي داي يشيا بيوتي ما عرفش. مهم ان هذا الشيء ماشي هدى بيوتي، غير مهم تقليد ليها وصافي، ولكن هذا الشيء هاد البرودويات عجبوني بزاف زوينين. ديجا خديتهم باش نشارك معكم الفيديو، ولكن استعملتهم واستعملتهم باش نقول لكم النتيجه ديالهم بطبيعه الحال. وديجا كنت كناخذ منهم هاد النمره واحد ماشي بيضه، شويه فاتحه ماشي بزاف، ولكن المهم زوينه بالنسبه لي انا سمراء هي هذيك فاغاجو. هذا خديت هاد اللون هذا
بيج، هذا النمرة ديالو 06. هلا داتو النمرة، مهم اللي كيهمو الأمر. كذلك بودر هذا، وكاين هذيك اللي في القريعه ما لقيتوش، ولكن ان شاء الله من ناخذو غادي نشاركو معاكم طبيعه الحال. هذا النمره ديالو 3. وخديت الكونسيلر اللي هو هذا، طبيعه الحال هرسو ليا ولدي، ضروري ما يدير يدو معايا فشي حاجه. هذا واحد يساوي جوج، مهم زوين كونسيلر، واللي كاين حتى المغلوق يعني تقدروا تخدموا به حتى كونتور الوجه. هذا الايلاينر كلهم فيهم هذيك السميه ديال التقليد ديال هولا بيوتي. مهم البنات ها انتما نصيحه للبنات اللي ما تعرفوش يستخدموا هذا، ياخذوا عنده هذا البانسو تكون غليظه بحال هكا، تكون غليظه ماشي رطبه، شي تكون رطبه تكون بانسو غليظه. نتمنى شي حاجه ما نعاودهاش ليكم. كنسى شنو هزيت. المهم كاين هذا زوين للعينين، تسكحلي به اللي عينيها صغار، وكذلك لتحت الحجبان كتجي زوينين. هذا ريسي زوين، هو الصراحه ماشي زوين زوين زوين، ما كينشفش ضاع على المشكل ديالو. والمرحله الاخيره واللي هي اوبس هادو، الله الله هادو. مهم عقوره ديال 5 دراهم، هذا ضروري من نوع البنات لا تسمحوا لي. هذا جلوس، هذا كاين المات، كاين اللي خرج فيه زوين، كاين اللي ما خرجش فيه زوين، كل واحد. مهم جلوس خرج ليا واعر، ما بقاش فيه بزاف. العقوره كاين اللي خرج زوين وكاين اللي ما خرج زوين. كاين هذا اللون هذا كان تعجبني انا، ها هو. مهم انا غادي ندوز، فيه ريحه زوينه. مهم انا غادي ندوز، غادي ندير هذا الشيء في وجهي بطبيعه الحال، ماشي في هذا لا فيديو، هذا غادي نوريكم كيفاش كندير الماكياج ديالي، باش ما يجيكمش الفيديو طويل وتقول لي الفيديو طويل. غنخلي هذا الشيء بوحدو ابار، ان شاء الله نعاود النهار اللي هذا نعاود نشارك معكم. نسيت هذه راه كتشاركتها معكم في الفيديو ديال المشتريات ديال 5 دراهم، هو هذا. مهم البنات وكذلك سمحوا لي، راه قلت لكم انا حاطه ديك الشيء قدامي وكنسى. كذلك الضفار هادو، ها هما كاين هادو اللي شفافين، وكاينين البيضين فيهم ديك السياسه ب 5 دراهم. والصبايا بطبيعه الحال الصبايا حتى هما ب 5 دراهم. دابا غادي ندوزو نديرو هذا الشيء هنا في الوجه ديالنا، وغادي نشارك معكم كيفاش جا. وبقاو معايا ما تمشيو حتى لبلاصه، المهم نحاول الفيديو نختصرو لكم. يلا ما تمشيو فين، انا دابا غادي نرجع نبدل هذا الوجه هذا ونرجع لكم. وهنا رجعت لكم من بعد ما صايبت الميك اب تاعي. ها انتوما. مهم البنات ما زدت شي حاجه من عندي، المهم ما زدت شي حاجه من عندي باش ما تقولوش هذا. المهم انتما كما كتشوفوا ما زدت شي حاجه من عندي من البرودويات اللي عندي من غير ديال 5 دراهم. انتما لاحظوا حتى الفوق عينيا ما درت حتى شي حاجه على ود باش يبان لكم هذاك الشيء ديال 5 دراهم كامل. المهم هانتوما كما كتشوفوا، راه حتى الشفار عندهم 5 دراهم
ولكن ما خديتهمش صافي، يعني خديت اكتفيت غير بهذا الشيء. من بعد ان شاء الله لا عجبكم لا فيديو وصلتوه جوشكا، علاش لا نشارك معكم شفار وكذلك برودويات اخرين ب5 دراهم، يعني ماكياج للبنات، حيتاش البنات بزاف كيطلبوني على الماكياج ديال 5 دراهم. هانتوما البنات الايلينر زوين بزاف، ولكن الريسي اللي كيخلي غير صغيبه صغيبه و سميتو كيخلي غير صغيبه صغيبه، وفي نفس الوقت ما كيعطيش الفوليوم الشفار ديالك، ما كيبينهمش مزيان. مهم كما كتشوفوا هذا هو لا فيديو ديالنا، نتمنى يكون لا فيديو عجبكم وما طولتش عليكم بطبيعه الحال. ما خديت لا كونتور ولا حتى شي حاجه، قلت لكم ما بغيت نضيف حتى شي حاجه من عندي، بغيت كل شيء نخليه ب5 دراهم باش نجيكم الصراحه، يعني ما كاين لاش نحبس لكم لا فيديو ونمشي نستعمل واحد البرودوي عندي من غير ديال 5 دراهم ونجي نقول لكم ها ماكياج 5 دراهم كيفاش طلع. الا ما كاين لاش الكدو، ما كاين لاش بروتوكول عندي نيشان نيشان. المهم هذا هو ماكياجي، قولوا لي كي جاكم في كومونتير وكيفاش جاتكم هاد الشده والزوينه والخايبه. ولكن المشكل انا عندي في شعري ما كيشدش الفولار بصفه نهائيه، ما كيشدهاش. درت ساعه بدلت به وصافي. المهم شكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم، وشكرا بزاف على اللي لايك، وكنقول لكم السلام عليكم. الفيديو ان شاء الله واحد اخر كنموت عليكم، وتهلاو في راسكم. حقه قبل ما ننسى نقاد التليفون باش نقدر نهضر معكم. البنات قبل ما ننسى ان شاء الله نكتب كما قلت لكم، كدرت نهار ان هلا نحاول ما امكن ندير المفجدي، حيتاش بصح عرفت كما قلت لكم بقيمتي عندكم، ندير مفجدي باش على الاقل نهار ا ونهار لا فيديو، ولا نهار ا يعني كل نهار، ولا نهار ا ونهار لا. البنات لا فيديو كنحطو انا مع جوج ديال النهار، يعني باش كيتفرج فيه كلشي. كنقول لكم شكرا بزاف، وكنموت عليكم، وتهلاو في رؤوسكم. يلا باي باي.